وزير كارمها قدها حكومة صوماليا أحمد معلم فقي أو كسوغن مقالدة دو سمرابي عاصمة دقل مدو كنقيب قليي كل اللوغة هالليا سيدي دقال مياشا الشباب لوغة ساري لها بريه قبل كقل قدودة يا شاقين دسكا كودقن ديقان دقل مدو لغربو إني أودي القروبان دقال كردن كال شباب سيدوك الوزيرك وحوت المامة إن شباب إسي قصبة ودقال قلين يا دسكا شعب كاي كودقن ديقان دي حد مامولان قاركونا يوهف دوبين هين بقى الشباب سيدو وهذا الكوري وزير كب هذا هو باشي وصوي ردون كاكو سويران يا شباب كلفتيس مركة دتك سوي قيلة دامين يا من دي هجري وين نودا واقيان لكن دو قوض ما مغلينو دتك سي عذاب بيكو جيران انا هذا ديال كاد ايان تيمودو كتاسان كون دي ويلش اللقبتو دتكو يف دوبين هرت شباب كدر الله ما ينو اف دوبين موبايل كيس اهل كيس لما هذا كره ما يقان ماشو جوا والله ما قاعدين وسجرنيد وعنو جير او لا يفدو بي قبلو فكفك ده 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 كان كده شوي جيران وصحوا ايه لكن ما يجورتي بقول كي بس ديتن ده كم ماشان جوا ده كان كام دالن اجنبي نو اكو جرا مدو وعدانا صومالي خلينا وبدين هذه مركز الصومالي كلام إيش جوكت؟ سيدا الشباب إيجاد دعسينا يا الصومالي كلام قلم دوك دجنيد بعدوا هذه بس الصومالي الشباب ككلام هاي إيش جوكت؟ صورت قلم أتاس نما كان مركز ونما أفضوبا أو ضد وأفضوبين أفر قفوت شن قفوت كليها رجوان كسكله نما كان مركز هدا ملف عم بيجوعان أنا يو حيلت هاي aan ka hadalno tan hadda caaway aniga waa i cadaate maxaan sameynaynaa hadii dhulkii la xoreeyo maada bacda shabaab aniga mawduucaas waxaan qabaa dadka deegaankaas ka soo jeeda shir weyne kale inay qabtaan tageene maxaa la qaban doonaa marka dhulka laga saaro maalmo isbuucyo degdeg bayna u noqonaysaa haddaan qorshe lahayn أنا كله كدولة فدرال أهان برنامج كحصلين تا يه برنامج كدي بهجيسين تا أنا وكاشنا إنا وزارة أهرمها جوده هل كان يو وزارة ده كلو شغلة لا له برنامج كحصلين تا درة وحن شرني صدح مال موت كهر دمان وحي ديجا مذا كله وقت كدير كوقات دق دق به هل كان كويلي يعني ديجا مذا يعني هدي له يراد deegaanada maamulka galmudug waxaa ka socda guluf dagaal oo ka dhana maleeshiyaadka al-shabaab waxaana gulufkaasi si loo dhameystiro dhuuse mareeb ugu sugan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ujeedka ugu weyn ee gulufkaas ayaana lagu sheegay sidii al-shabaab looga saari lahaa Galhareeri iyo Ceelbuur oo ah fadhiisinka ugu weyn ee al-shabaab hadda ay ku leeyihiin gobolka Galgaduud isbitaalka takhasusiga ah ee Soomaali Suudaane sida uu hore ugu guuleystay saddexda sano isku xigta abaalmarinta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya ayuu u hantay quluubta bukaanada Soomaaliyeed waxay heleen baaris qalliin daweyn iyo talooyinkii ay u baahnaayeen